نحن نخلد الذكرى 67 لتأسيس الأمن الوطني، نستحضر باستعزاز كبير وفخر عارم التاريخ الزاخر لهذه المؤسسة العريقة، ونستخلص العبر والدروس الجميلة مما قدمه الرعيل الأول من الشرطيات والشرطيين من تضحيات جليلة في سبيل إعلاء سيادة القانون وإرساء الأمن في بلادنا العزيزة. تم يومه 16 ماي 2023 والذي يتزامن مع احتفال المديرية العامة للأمن الوطني بالذكرى 67 لتأسيسها، تدشين بناية أمنية بناء على قرار السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والتي تتكون مجموعة من المرافق أهمها مقر الدائرة الأمنية الرابعة للشرطة وكذا مصلحة حوادث السير 3. هذه البناية والتي بنيت بمواصفات عصرية تتضمن مجموعة من الأجهزة والآليات المتطورة ستساهم في تفعيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني والمتمثلة في تقريب الإدارة من المواطنين وتجويد فضاءات الاستقبال وكذا فضاء الاشتغال بالنسبة للموظف. تدشين ديال المقر الجديد للدائرة الرابعة يأتي بتزامن مع تخليد ذكرى 67 وتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. كما تعلمون هذا تجسيد صريح للإرادة ديال السيد المدير العام للأمن الوطني إطار تجويد الخدمات الأمنية، توفير مقرات ملائمة للموظفين من أجل الشغل بظروف مريحة، كذلك إطار سياسة ديال حسن استقبال المواطن، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن في ظروف جيدة. بناية كما تشاهدون بناية من الطراز الحديث مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية، كذلك ولوجيات اللي كتسهل الدخول ديال الولوج ديال المواطنين كيف ما كان من جميع الأصناف الاستفادة من الخدمات الأمنية، إضافة إلى ذلك بناية علاوة على الدائرة الرابعة تحتوي كذلك على المقر الحوادث مصلحة حوادث السير، بالإضافة لمرافق أخرى متمثلة في قاعة الرياضة، كذلك مقصف ومطبخ، بالإضافة للمرقد لفائدة الموظفين ديال المديرية العامة للأمن الوطني.
دوك الاسره اللي لاحظتوا هذاك مرقد خاص بالعناصر ديال الدعم اللي كتشحل مدينه طنجه سان في اطار مهمه رسميه ولا في اطار مهمه ديال التعزيز الحرص ديال السيد المدير العام للامن الوطني باش دائما توفر ظروف ملائمه لاستقبال الموظفين وحسن الايواء ديالهم كما جاء في البدايه ديال الحديث. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.